هاي الجميع، كيفكم اليوم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين بعنوان الفيديو راح يكون عن كيف تظهري جميله من دون مكياج. اكيد في الكثير منا ما بيحبش المكياج او ما عندوش وقت مثلا في الصباح يعمل مكياج، بالنسبه للدوام، بالنسبه للجامعه، او احيانا بس بنحب يعني نكون بشكل طبيعي ونحب كمان يعني نكون واثقين من حالنا واحنا مو حاطين مكياج. فهنا راح اوريكم بس عده خطوات كتير سهله وبسيطه عشان تساعدكم بهالمهمه. زي ما انتم عارفين يعني اذا حابين تحصلوا على جسم حلو، على شعر حلو، على بشره حلوه، دائما ضروري من العنايه، ضروري من بذل مجهود. فاذا عجبكم الفيديو خلونا نوصل لاكبر عدد من اللايكات، وكمان شاركوه مع اصدقائكم مع عائلاتكم، وما تنسوا الاشتراك بالقناه بالضغط على زر سبسكرايب باللون الاحمر اللي موجود تحت. ما تنسوا تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، راح اخلي كل الروابط بصندوق الوصف تحت. يلا نبلش. اول خطوه لازم تهتمي باكلك. انصحك باكل الخضار والفواكه واعتماد نظام اكل صحي متوازن، وتحاولي دائما تشربي كميه كافيه من الماء بشكل يومي، فهذا الشيء راح ينعكس بشكل ايجابي على جمال بشرتك. كمان اهم شيء انه تهتمي بتنظيف الاسنان، فهذا الشيء بيعطيك انتعاش وثقه اكثر بالنفس. انا كمان يعني بحط ماسك، بحط زبادي طبيعي مع سكر وبرتقال، فبخلط المزيج جيدا وبحطه على بشرتي لمدة 7 دقائق، وانا بستعمله مرة في الاسبوع. هذا راح يخليك تتخلصي من الخلايا الميتة وراح يعطيك انتعاش وجمالية للبشرة. فبعد 7 دقائق بحاول اقشر بشرتي بهالطريقة. اذا ما كان عندك وقت ممكن تغسليه مباشرة. بعدين بغسل وشي بماء بارد. الماء البارد كتير صحي وبيخلي المسام تتنفس. بعدين باخذ ماء الورد وبحطه على وشي، فهو صحي كتير. هذا المرحلة كمان مهمة، سكراب للشفايف. انا هنا عملته بنفسي، اخذت سكر اسمر مع شوية زيت زيتون، ممكن كمان تستخدموا السكر العادي. فهذا الشي بيخلي الشفايف رطبة، وخاصة اذا كانت جافة. المرحلة الموالية بعمل مساج لبشرتي لعدة ثواني فقط، فبعمل هدول الحركات عشان الدورة الدموية تتحرك ويعطيني نضارة للبشرة. اهم شيء انكم تستعملوا كريم مرطب، وبعدها تستعملوا كريم للوقاية من اشعة الشمس، وخاصة لازم يحتوي على مادة الـ SPF 30. ضروري جدا كريم للعيون عشان تحافظوا على هذه المنطقة الحساسة. وطبعا مرطب للشفايف عشان يعطيكي لمعة وجمالية لشفايفك. الكيرل لاشز بستعمله اذا ما كنت راح احط مكياج، بس عشان يعني يعطيني الإفكت كأني حاطة ماسكارا. كمان بحط شوية زيت جوز الهند، ممكن تستغنوا عنها وتستعملوا زيت الخروع، فهي صحية كتير للرموش. بعدين بحط شوية زيت جوز الهند على خدودي عشان يعطيني يعني كأني حاطة هايلايت، كمان شوية على أنفي، وهيك بيعطيني لمعة لبشرتي. الشعر كتير مهم، وخاصة نظافة الشعر، فعشان يعني يعطيكي شكل مرتب فضروري انه شعرك يكون مرتب ويكون نظيف. كمان اضافة بعض الاكسسوارات، انا هنا اضفت يعني حلق كتير بسيط واكسسوارات كتير بسيطة، بس بتعطيكي يعني تاتش كتير حلوة وكيوت.
فانا يعني ما بقول انه يعني بدون المكياج راح تطلعي واو، بس يعني بيكون شكلك مرتب وتكون عندك ثقة بالنفس اكثر، بتكوني كمان مهتمة ببشرتك، ومو ضروري يعني في كل المرات يعني تحطي اطنان من الميك اب عشان تبني حلوة. ودائما حافظي على الابتسامة، لان الابتسامة هي اللغة التي يفهمها الجميع. اشوفكم في الفيديو الجاي، باي.